مرحبا حبايبي، شلونكم؟ اتمنى الكل يكون بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم راح نسوي برغل بالخضروات. هنا عندي باقلة خضرة، شلت القشر من عدها، فلستها وطلعت. ده راح اغليها نص غلوة، ما راح اخليها تستوي هواي واشيلها. هنا عندي خليت زيت نباتي وراح اخليه زيت زيتون، وراح نبدي بالخضرة مالتنا. اول شي راح ابدي بالروبيني، غسلته وجهزته. وهنا عندي بازيليا وعندي فلفل اخضر وميني مشرومز، وهنا عندي ثوم دقيتها بالهاون. هسه ننتقل للخضرة حتى نطبخ، نكمل بعديها. راح انزل الثوم لان خلينا زيت زيتون، ما راح نخليه يغلي. هنزل الثوم وانزل عليها الروبيني. هسه راح انزل الروبيني مالتي. قبل شوي عندي الروبيني، راح انزل الفلفل الاخضر، نزل البنجرة، هسه راح انزل القطر، الماشون، راح انزل البصل الاحمر، نحط كل شي سوا. من على الباقلة بس ما راح انزلها هسه لان هي تستوي بسرعة لحد ما تستوي الخضرة عندي، وبعدين راح نضيف الباقلة. طيب راح اضيف الفلفل الاسود والملح. ماشي خضرة وجبت لها، أو إذا ما تجيها نباتية تقدرين تضيفين ما ماجي دجاج عليها. صراحة نزل الباقلة ويا المي حتى نستفاد من ميتها من نطبخ البروح. راح أطفي النار وأشيلها أخليها على جنب، لأن راح آخذ شوية من هالخضرة بس حتى ياكلوها بدون ما اخليها بالبرد. زيت نباتي وزيت زيتون وحبتين طماطم مع ملعقتين كبار معجون. في البرغل بشعرية اخذ من الخضرة اللي سويتها ويا المي اللي موجود فيها. النتيجة النهائية للبرغل اللي سويته بالخضرة اليوم، جربوها راح تحبوها كلش. صحي ومليان خضروات نباتي. أتمنى تكون عجبتكم. إن شاء الله نشوفكم وصفات ثانية.